مولانا أمير الشعراء يقول: بعد أن عاد ممن فاه بإسبانيا ويا وطني لقيتك بعد لأ كأني قد لقيت بك الشباب. هل الوطن من حرمات الله؟ وإن كان البعض ينكر ذلك لعدم ورود ذلك صراحة في القرآن الكريم، فكيف نرد عليهم؟ هو في الحقيقة الوطن ورد في الكتاب وورد في السنة، وجعل الله سبحانه وتعالى مغادرة الأوطان كنوع من أنواع التضحية العظمى، بما يؤكد مكانة الأوطان في النفوس فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. والمبادرة الآن التي أطلقها الشيخ أسامة الأزهري من الفتاح العليم منذ يمكن نحو 3 أسابيع أو 4 أسابيع، أنه يعني الشخصية الوطنية مبادرة للدعوة إلى حب الأوطان، وأن هذا حب الأوطان هذه يعني لها عناصر تكلم فيها كلاما غريبا عجيبا لا يلتفت إليه كثير من الناس في القرآن الكريم وفي السنة وفي كذا إلى آخره، بكثير جدا مما هو مطروق يعني على ألسنة الناس في قضية الوطن وأهمية الوطن. إحنا المشهور عندنا هي قصة أن النبي قال: ألا إنك، وهو يخاطب أرض مكة، أحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك قد أخرجوني ما خرجت إلى آخر في هجرته. ولكن لا، ده سيدنا إبراهيم بيقول: إني مهاجر إلى ربي سيهدين. فكان هذا مسألة صعبة وجرعة صعبة على سيدنا إبراهيم، إنه يترك الأوطان ويترك الخلان ويترك الذكريات ويترك الإلف. ده في أمراض تسمى بمرض البعد عن الديار. الهوم سيكنس ده يعني إيه؟ يعني أنت بعيد عن وطنك، فبتاكل بطريقة مختلفة، بتنام في مكان مختلف، الهواء اللي بتتنفسه مش هو الهواء اللي أنت بتتنفسه كل يوم، وعلى ذلك ومجموعة كده قوم يحصل لك مرض، الهضم ما يبقاش كويس، الأداء ما يبقاش كويس، النوم ما يبقاش كويس، انعكاس نفسي على كل وظائف الجسد، على كل وظائف الجسم. وهو مرض مشهور ومعروف ويصيب خاصة من أكثر من السفر. ولذلك الناس أحبوا الأوطان فعلا، ما هياش أحبوا الأوطان فقط تربية، وإن كنا في أشد الحاجة إلى تربية أبنائنا على الانتماء، لكن ده شيء مفطور، وما كان مفطورا في الطبع يكتفى بالطبع عن الشرع. بمعنى يا مولانا، بمعنى أنه ربنا لما يجعلنا نكره الرائحة الكريهة، ليس هناك آية ولا حديث بيقول اكرهوا الرائحة الكريهة، ولما جعلنا نحب الرائحة الزكية، ليس هناك آية في القرآن يقول لابد عليكم تحبوا الرائحة الزكية، ولما جعلنا نتشوف للأكل فليس هناك آية بتدعونا إلى الأكل. وقص على هذا اكتفاء بدافع الطبع عن الشرع. لم يقل ربنا سبحانه وتعالى للناس إنها تبتعد عن النجاسات، ما الناس مقروفة من النجاسات على طول، ما قالش نصوص كده وبعدين يقول لك اكتفاء بدافع الطبع عن دافع وأمر الشرع. تملي أي حاجة موجودة في فطرة الإنسان الشرع ما يأمركش بها، لأنه يكتفي بأنك أنت هتعملها لوحدك. نحن مقبولون على الجمال. ده هو كمان ساعات لما يكون بنام فيقول لي قوم الليل إلا قليل، إن أصل إن أنا هنام، هو ما بيقوليش نام،
وما تنساش نفسك في النوم. لا ده طبيعي. نايم انا نايم، ما في، ما بيقوليش ما تاكلش، ما يعني كل، يقول لي ما تاكلش علشان امنع نفسي من الاستدراج مع مع الطبع بتاعي.